بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. الله يحييكم. معانا الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية والسلام دائما في قناتنا إن شاء الله تعالى. اليوم تعلمنا قبل يومين طريقة فتح العين الثالثة الشكيرة للمبتدئين بطرق بسيطة جدا غير مكلفة، موجودة من مواد طبيعية موجودة في المنزل. ثم قدمنا أمس فيديو لفتح مسارات البطن وتحسين عمليات الأيض والتمثيل الغذائي من أجل مؤازرة العقل للدخول بعالم الروحانيات وتحسين الحدث. اليوم نقدم فيديو مميز جدا إن شاء الله، نتمنى أن يكون مميز. الفيديو اليوم يتناول ويتعرض لمشكلة هبوط أو انخفاض مستوى الذكاء والتذكر عند الروحانيين. كيف نحسن العقل ونحسن القدرات المعرفية، زائد كيف نحسن التذكر والذاكرة. نحتاج الروحاني يحتاج جدا إلى أكبر قدر ممكن من القدرات المعرفية للحصول على أقصى درجات النجاح في إدارة الحدث وإدارة الحاسة السادسة المخفية في الجسم ومبعثها الأرواح أو الروح أو الذات الداخلية أو القاع. هناك أشياء بسيطة جدا موجودة في المنزل بإمكانك تستخدمها، ستحسن جدا جدا التذكر والذاكرة وقدراتك العقلية، وهي تنفع لجميع الناس، وهي آمنة طبيعية عضوية. أولاً هناك شيء مهم جدا يجب فهمه، أن تحسين المناعة من الأشياء المهمة جدا عند الروحانيين، وأبسط الأشياء للمبتدئين. وإذا كنت فقير ولا تستطيع شراء رافعات مناعة باهظة الثمن، بإمكانك أن تشتري رافع مناعة رخيص جدا وهو لقاح النحل، حبوب لقاح النحل، وهي من المعجزات في تحسين المناعة وتحسين العقل وعمليات الأيض والتمثيل الغذائي. طريقة الاستخدام، تأخذ ملعقة صغيرة وتبلعها، ثم تشرب بعدها كوبا من الماء وصباحا ومساء، وهي تصلح للجميع، حتى الحامل، حتى المرضع، حتى بالدورة، بأي وقت، وللجميع. لا ضرر منها على الإطلاق للي ما بيتحسس من منتجات النحل. إذن رقم واحد، لقاح النحل مهم جدا تتناوله، والأفضل أن تتناول ما لا يقل عن 100 غرام كل يوم، ملعقة صغيرة تضعها بفمك ثم تشرب بعدها كوب من ماء صباحا ومساء يوميا حتى انتهاء 100 غرام. نأتي إلى أشياء أخرى ترفع الذكاء والذاكرة والتذكر وتحل مشكلة النسيان. الروحاني يحتاج جدا إلى أقصى درجات التذكر، ولذلك المكة. مكة تتناول، تأخذ ملعقة صغيرة من المكة وتضعها بكوب وتصب عليها ماء ساخن وتتركها 10 دقائق، ثم تحلي بتمر أو عسل. للروحاني أصلا ما بصير يستخدم السكر نهائيا، وتشرب هذا الشاي اللطيف صباحا ومساء لمدة شهر كامل، بيحسنك تحسين عظيم جدا. هناك أشياء أخرى تحسن جدا الذكاء والعقل. وبالنسبة للماكة تصلح للأخوات والأخوة، حتى لو في حمل، حتى لو في رضاعة، حتى لو في دورة، ما لا تضر أبدا، بالعكس جبارة جدا، وتحسن علاقتك بما أو عوض 100%. نأتي إلى اللي بعده، اللبان. وأفضله في العالم هو اللبان الحوجري العماني السلطان الشريف، واللبان اليوناني الملكي، واللبان الصومالي. وأنا دائما أميل جدا للبان اليوناني والعماني، والصومالي أيضا ممتاز جدا. طبعا
هذا اللبان لبان صومالي، وهو من النوعية الراقي جدا جدا يعني من الدرجة الأولى، وطبعا أفضل منه بشوي بشوي هو العماني واليوناني، أفضل منه بشوي شيء بسيط يعني، رغم أنه سعره تقريبا واحد واحد. الصومالي نفس سعر العماني، نفس سعر اليوناني، نفس السعر نفس السعر، لأنه هم أفضل 3 أنواع على كوكب الأرض. وهذا صومالي، هو من النوعية الفاخرة جدا. كيف نعرف أن نعرف أنه سأريكم طريقة، سأريكم طريقة معرفة اللبان الأصلي، انتظر دقيقة. خليك معي، سأريكم طريقة معرفة اللبان الأصلي. سأريكم اللبان الملكي الأصلي. معليش جوالنا نوكيا أبو 100 ريال، أي كلام على باب الله هنا. طرن 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 طرن. هذا لبان صومالي، وهو من الأنواع الملكية، 3 أنواع الملكية في العالم. يفترض إذا وجهنا الضوء له أن يتحول إلى مصباح، يعني لما نوجه له ضوء قوي يتحول إلى مصباح، ما عاد تشوفه. يعني إذا وجهنا له ضوء قوي المفترض أن لا تراه، خلاص ما عاد بتحول إلى مصباح، خلاص ما عاد تشوفه، صير مصباح، تحول إلى مصباح يضيء، يتحول إلى مصباح يضيء يضيء. نفس الشيء المستكة الحرة، وإذا كان عندك مستكة حرة تناول كميات صغيرة جدا منه لمدة 11 يوم. وسأريك المستكة الحرة، في المغرب لا يوجد مستكة حرة، الأخوة في المغرب لا يوجد مستكة حرة، وأي واحد يقول لك في مستكة حرة في المغرب لا تصدقه، أسألني أنا. سأريكم المستكة الحرة الملكية، وهي ربما أول مرة بحياتكم تروها، الأصلي الملكية. هذه هي الملكية، لونها أصفر، لونها أصفر، ولكن لا تروها، إذا وجهت لها الضوء لا تعود تراها، ما عاد تشوفها، خلاص تتحول إلى مصباح. ملك يا هذا، هذا شغل هاي كلاس، شغل هاي كلاس. شغل هاي كلاس. ويفضل انك تتناول شوي شوي مزيان، شوي كمية صغيرة بلع، بحسن بشيل جرثومة المعدة فورا. عندنا مكون مهم جدا جدا لك كروحان، زائد للناس العاديين، وبإمكان الجميع أخذه، حتى الصغار ما عندك مشكلة، حتى الصغار ما عندك مشكلة، وهو بذور العنب الأسود، بذور أو زريعة العنب الأسود، بذور العنب الأسود. بذور العنب الأسود هذه تفعل شيئا لا يخطر على بال الإنس ولا الجن. بذور العنب الأسود تفعل شيء لا 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 يتصوره العقل الإنس ولا الجن، وهي أنها توسع الأوردة والشرايين بالعقل، بالجسم، بالقلب، بالرجلين، باليدين، بتشيل الخدر من رجلين من اليدين، بتشيل الدوالي، إذا عندك دوالي تكتسحها، إذا عندك ضعف تعالجه فورا. ليش؟ أنا بتوسع الأوردة والشرايين وبتخليك 100%، تخليك 100%، اخبط راسك تخليك كده على فوق، هز العلم، هز العلم. في عندنا تتناول ملعقة صغيرة مطحونة منه صباحا ومساء لمدة شهر، واللي بدي يزيد الأكسجين بالعقل
يتناولوا، واللي عنده دوالي واللي عنده تسدد بالأوردة بالشرايين، واللي ما مخه مسكر ما بيستوعب أكل منه، ترى جبار جدا. زائد يكتسح التجاعيد، بشيل التجاعيد، بخلي وجهك يبين روحاني، وجهك الروحاني يجب أن يكون وجهه مورد مثل وجه أبو العز. صلي على النبي، خمسة وخميس يخرب بيت أم جدك، صلي على النبي. لكن ملعقة صغيرة مطحونة الصبح والمساء لمدة شهر، وصلى الله وسلم وبارك. في عندنا ابن الهرمة ابن الجنية إكليل الجبل. إكليل الجبل ده معجزة، اسمه حصلبان أو إكليل الجبل، ونأخذ منه كمية كده ونضع عليها ماء ساخن ونتركها 10 دقائق، ثم نحلي بعسل، بعسل، وأفضل عسل للروحاني، أفضل أنواع العسل للروحاني هو الزهور. أفضل عسل للروحاني هو عسل الزهور والعسل الجبلي، هذا الجبلي، وعسل أوكاليبتوس، وهذا عسل أوكاليبتوس. أوكاليبتوس أفضل عسل للروحاني على الإطلاق، الأوكاليبتوس والزهور والجبلي فقط، باقي سيبك. والسدر، ولكن السدر إذا أكلته يجب أن تراقب الضغط. إذا أكلت، إذا كنت روحان وتريد أن تأكل السدر فهو قوي جدا، وأفضل شيء على الإطلاق ليك كروحاني، أفضل من الجبلي، أفضل من الزهور، ولكن قد يرفع لك التنسون. ولذلك تأكل، إذا بدك تأكل عسل سدر، يجب عسل سدر، يجب أن تشرب شاي مغلي الكزبرة والكمون، بذور الكزبرة والكمون، تغليهم وتشربهم. إذا بدك تأكل، إذا بغيت تأكل عسل سدر، إنه ممكن يرفع لك التنسون، هو أحسن شيء للروحاني بالعالم بصراحة، ولكن بيحميك بقدرة الله، حماية تامة من الجن، ولكن بقدرة الله، بقدرة الله طبعا. ولكن إذا أكلته يجب أن تشرب شاي تغليه، تغلي بذور البقدونس، بذور البقدونس، بذور الكزبرة عفوا، بذور الكزبرة عفوا، بذور الكزبرة والكمون، تغليهم وتشربه مع شوية زعرور. زعرور، سأريك الزعرور. هذا هو الزعرور، شوف شكله، سأريك إياه لأنه هذا مهم جدا. هذا بيضبط دقات القلب، بيضبط دقات القلب، ويضبط التنسيون، الضغط، خليه ماشي كده زي الملبن كده، خليه ماشي زي الكرموس الهندي. هذا هو ال 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 الزعرور، ولكن باعتدال، تشرب شوي منه ما تكثر. هذا هو الزعرور الملكي البري الأصلي، بري، هذا بيضبط دقات القلب وبيضبط التنسيون عندك مزيان تبارك الله عليه. باعتدال شويه، كب عليهم ماء ساخنه مع شويه بذور كزبر مع شويه كمون، واكل عسل سدر. افضل شيء، افضل بالنسبه لك كروحان، افضل شيء هو عسل السدر بصراحه، افضل من الجبلي. ولكن يجب ان تاكل عسل الجبلي وتاكل عسل الزهور، لان الزهور بيصفي لك المخ، المخ. هذه أفضل الأشياء. زائد لا تنسى أن تتناول العكبر أو البروبيلوس مع العسل. كل تناول البروبيلوس، أخلط 50 غرام من البروبيلوس أي العكبر مع كيلو عسل جبلي أو أوكاليبتوس أو سدر، وأخلطهم، أو زهور وأخلطهم، وتناول ملعقة كبيرة بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء، يؤازرك جدا جدا، يؤازر العقل والجسم، ويحيد الالتهابات، ويؤازرك، يؤازر الكبد بطريقة ناجحة جدا. هذه أفضل الإجراءات على الإطلاق لتحسين الذاكرة
والتخلص من الزهايمر بتاعك، تحسين التذكر، تحسين العقل، تحسين القدرات المعرفية، إزالة التشويش من عقلك، مع تنسى إن شاء الله، تصير تحفظ الأوفاق بسرعة وتحفظ الأذكار بسرعة، ويصير خطابك صحيح وعقلاني، وما عاد تنسى إن شاء الله تعالى. هل هذا بإمكان الجميع؟ معظم هذه الأشياء بإمكان الجميع استخدامها، اللي بينسى كثير بيمكن تأخذه، ما عندك مشكلة. كليل الجبل باعتدال، كليل الجبل باعتدال، وبذور العنب ذكرناه، تأخذ قد ما بدك، ما عندك مشكلة، الصبح والمساء ملعقة صغيرة. اللبان قد حبة الحمص، مقدار حبة حمص صباحا ومساء مطحونة، توضع في الفم ويشرب بعدها كوب ماء، أو الأفضل نقعها من الليل إلى الصباح بماء حتى يتحول لونها إلى اللون الأبيض الحليبي، ثم تشرب على الريق. يجب أن الروحاني يجب أن تتناول اللبان على الريق، لأنه بيخليك فورا بيعالج لك مشكلة النسيان إذا استخدم بهذه الطريقة. أبو عبد العزيز بن شمر ملك الأعشاب والروحانيات الشرعية التي لا تغضب ربنا سبحانه وتعالى، أنا رجل أخاف الله، حج إلى بيت الله 11 مرة، حجيت 11 مرة واعتمرت 64 عمرة، لا يمكن أن أصف بجانب السحر، أنا ضد السحر وضد الحرام، أنا مع الحلال، أنا مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بمناسبة رمضان، منتصف رمضان الكريم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل منا ومنكم الطاعات والأعمال والصيام والقيام. أحببناكم في الله فأحبونا فيه. دعواتكم لي، أنا مريض، إذني ملتهبة جدا ومعي طنين بالأذنين، وأستخدم أعشاب لها، وإن شاء الله اليوم آخر يوم، آخر يوم في العلاج، تحسن جدا، والورم الذي كان هنا، العقد الليمفاوية زالت، والألم بالأذن زال نهائيا الحمد لله، السيلان بالأذن والقيح والصديد والدم كله الحمد لله راح، وصارت إذني زي الملبن كده، الأعشاب خارقة، استخدمت الحديد تقطير بالأذن، وكلت المرة واللبان والمستكة وأكلي الجبل والأعشاب بالمنزل، وشربت بذور الكزبرة، تناولت بذور الكزبر لأنها تعالج الحساسية، وتناولت الحريقة أيضا تزيل الحساسية من الجسم، بصراحة استفدت جدا جدا وبسرعة، خلال 4 أيام يا رب لك الحمد اختفت العقدة الليمفاوية، كانت كده هنا راحت، كان الدم من الصديد وقيح، يا رب لك الحمد، مع علاقات بسيطة من هنا وهنا، يا رب لك الحمد. نشكر الله سيدي مولاي. إذا عجبك الفيديو يا ولد شارك الفيديو بالواتس أب، إذا حبيت تتعلم الروحانيات بطريقة صحيحة بكل أمانة ومصداقية وبدون شعوذة وبدون كذب وشعوذة، ويقول لك اكتب وحط وخاطب الجن وما الجن، هذا كفريات. أنا أعلمك بطريقة، أنا أرتقي بيك بطريقة طبية، طريقة علمية، طريقة علمية، وأعلمك التليباثي وعلم خاطر والروحانيات والبندول والتوازن وتحسين الذاكرة والتبصر وقراءة الأفكار إن شاء الله تعالى، وإزالة الهواجس، وإرسال هاتف لأي طرف تريده، والجلب والطرد، وكله بطريقة علمية مش شعوذة. كل يوم طالع لي واحد على يوتيوب جايب لي ورق وبيكتب لي عليه SS148 أو يعني إذا كتبت SF14 حقاسين هنا هلعب وشرفك كذاب، إيش الكذب هذا؟ هذا العلم، شرب لبان، شرب بدون عنب، شرب كذا بصير ذكي، خلاص؟ أنا أعلمك أشياء روحانية شرعية ما تزعل ربنا، اللبان لا يغضب ربنا، كليل الجبل لا يغضب ربنا، حبوب لقاح النحل لا تغضب ربنا، الماكة لا تغضب ربنا، وبدون شعوذات وخرابيط وكذب. كل يوم طالع لي واحد صايع،
ما عندوش ما ياكل، ما عنده ما ياكل، ما عنده ما ياكل، ها كي يطلع على فيسبوك وكي كي يحط لي عمه وكي يلبس ثوب اسود قال، وكي يجيب ريشه دجاج تبع دجاج فرخه، قالوا بصير يكتب بيه بحبر اسود، بصير يكتب طه سين 17 8 اس اس توكل يا خدام. ها توكل تفوتهم بقضاء امي، ها توكل يا خدام، يلا خدام مشوا. سل على وحيك خراط، سيبك من الدجل والنصب. هذا العلم تريد ان تصير ذكي، اشرب لب اكلين الجبل، اشرب لبان، اكل لبان، اكل لقاح النحل. هذا العلم، هذا الصح. ايش الخرابيط هاي؟ اجدادنا الروحانيين كانوا ياكلون العسل ويضعون، اجدادنا الروحانيين، جدي وجدك الروحانيين كانوا يجلبون العسل ويضعون عليه مستكة ويضعون عليه لبان وحبة البركة لقاح نحل بروبلس حقبه ويخلطوه ويأكل ملعقة لتحسين العقل. هكذا كان جدك وجدي الروحانيين يعملون. مو جايب لي ورقة كل يوم، طالع لي واحد، في واحد على يوتيوب صار عامل 100، واحد مغربي على يوتيوب صار عامل يمكن 300 فيديو، كل يوم جايب ورقة 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 وبيجيب قام ولا ما بيطلع، لا يظهر بالصورة، نصاب دجاج لابس ثوب اسود، قال بيطلع بيمسك ريشة او قصبة، قالوا بيجي بصير بالقلم الاحمر والاسود، قال بصير يقول طه سين 6 7 توكلوا يا خدام، يلا يا خدام طلعوا خدام، يلا خلوك رئيس وزراء. انا ابو الكذب، هاشي روح حبيب امك اتعلم. ترى عندي انا 60 سنة عمري داني دوخت المانيا، روح